بري ستريسد ميموري. طيب اولا انت من المعلومات اللي فاتت دي انت عندك معلومات انت عندك كم نوع من اللوسز؟ في نوعين صح كده، في ايميديت لوسز اللي هو الفواقد اللي بتحصل لحظه الشد صح كده يا شباب، وفي فواقد اللي بتحصل ايه مع الزمن. فانا لما اجي ابص انا ده البي جاكينج بتاع دي، دي القوه اللي انا ايه هشد بيها اصلا الكابلات، مجرد ما بيحصل لها الفواقد اللحظيه اللي هي الايميديت لوز دي بيبقى هي الفورس احنا بنسميها بي ايه بي انيشن. يعني البي انيشن ما بتساويش اللي هي يا شباب البي جاكينج تمام كده، وبعد كده بيحصل لها فواقد مع الزمن فبيديني البي افكتيف او البي فاينل زي ما انت متعود تسميه. هي دي بقى القوه فعلا المؤثره ايه اللي انا هصمم عليها. ماشي كده يا شباب. طيب هنتكلم على نوع فيهم، وهو الموضوع بسيط لان هو الكود بدايه من صفحه 524 هتلاقي جايب كل حاجه، هتلاقي معظم الحاجات اللي احنا هنعرضها يعني هتلاقي جايه من الكود اصلا تمام كده. هو جايب الفواقد، كل فاقد القانون بتاعه عباره عن ايه والليمت بتاعه ايه يعني تمام يا شباب. طيب اولا دي الفواقد اللي بتحصل ايه يا شباب، زي ما اتفقنا دي الفواقد اللي بتحصل ساعه شد الكابلات، هي عباره عن ثلاث فواقد يا شباب. الحاجة الأولانية اللي هي الأنكورج سليبج. إيه بقى دي؟ هو أنت لما بتيجي تشد الكابل كده، أنت متخيل مع شدة المكنة كده، إيه اللي بيحصل لما بيجي خلاص مش بترد ردة خفيفة كده أو بتتحرك حركة خفيفة؟ تمام؟ هي دي الحركة اللي إحنا بنسميها اللي هي الأنكور سليبج، اللي هي الحركة اللي بتحصل في الأنكور مع الشد، ماشي كده؟ أو مع إنهاء الفورس بتاعت الشد بالظبط، ماشي كده؟ ده أول نوع. النوع الثاني الفريكشن لوسز. والفريكشن لوسز هنعرف ان هو فيه نوعين، يعني هو هما الاثنين فواقد احتكاك بس هما بينقسموا لقسمين. والنوع الاخير في الامينيت لوسز اللي هو الايه يا شباب الالاستيك شورتنينج لوسز. طيب النوع الثاني من اللوسز اللي هو عباره عن ايه، اللوسز اللي بتحصل مع الزمن، هي برضو ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو الايه الكريب، وطبعا تاكيد من معلوماتك في الماتيريال طالما قلنا كريب لازم نقول ايه الشرينك صح كده. طيب ايه النوع الثالث بقى؟ احنا قلنا الكريب والشرينكج، والنوع الثالث اللي هو اسمه ايه يا شباب؟ ستيل ريلاكسيشن. الستيل ريلاكسيشن دوت حاجه قريبه كده من الكريب، اللي هي ان الاسياخ الحديد طالما تعرضت لستريس ثابت مع الوقت بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ريلاكسيشن كده، يعني بترتخي جزء نسبه معينه يعني. فده اللي هو الفقد الثالث اللي هو الايه يا شباب الستيل ريلاكسيشن. طيب هنتكلم بقى على نوع زي ما اتفقنا. هو ده بيعلق لو نتكلم على الانكورج سليبج يا شباب. هو دوت الفكره كلها ان الكابل بيحصل له حركه معينه مع الايه مع الفقد. المسافه اللي هي اللي الكود قايل لك عليها دي اللي هي مثلا النقطه اللي بتبقى اتحركت عليها دي اللي هي مسمينها اكس نود. هو قايل لك الاكس نود دي مدي لك معادله، قايل لك ان انت لو انت عاوز تحسب الاكس نود دي هتحسبها من المعادله دي، ولكن هو يفترض ان المسافه اللي بتحركها في الاخر اللي انا عايز احسب منها الفاقد دي بتبقى الشركه المصنعه في الغالب بتقول لك عليها، تقول لك الانكر ده لما تيجي في ساعه الشد بيحصل له حركه بمقدار من 2 ل 6 مللي في الحدود دي تمام كده. طب انا في الاخر انا عايز احسب الايه اللوسز بتاعتي. هقول لك اللوسز بتاعتك بتساوي الحركه اللي اتحركها الكابل على ال مضروبه في الايه يا شباب في معاير المرونه، معامل المودرت اوف الاستيستي بتاع الايه بتاع البري ستريسنج ستيل تمام. دوت يدي لك الفاقد اللي حصل في الاستريس بتاع البري ستريس نتيجه الايه نتيجه الانكر ستيل. ماشي كده يا شباب. يبقى انا في عندنا هو ده القانون في الاخر اللي انا هشتغل بيه على طول، ان الفاقد بيساوي الحركه اللي اتحركها الكابل على الطول مضروب في معايير ايه؟ المرور. طول الكابل. طب هو طول الكابل ده لما اجي اتعامل معاه ما انا عارف ان الكابل بيكون واخد ايه؟ واخد كيرف. قال لك لا انت ممكن تتعامل بقى ايه؟ بالمسافه الهوريزونتال. يعني لو انا عندي الكاميرا بتاعتي 30 متر يبقى الطول بتاعي كام؟ اللي هو ال 30 متر. لكن الكابولي باخد 30 وكابولي باخد الطول كله من هو ده مسافه الشد، يعني المسافه بتاعت الايه بتاعت الكابل. انا بقى في عندي ناحيه ثابته وناحيه بشد منها هشوف الطول بتاعي كله كام. ماشي كده يا شباب. في اثنين لايف لازم اعمل طول هو الاثنين لايف يعني. يبقى هاخد المسافه النقطه من النقطه الثابته يعني اكنها النص، يعني يبقى ده فاقد نص وده فاقد نص تمام. طيب
النوع الثاني اللي هو النوع اللي احنا قلنا ايه اللي هو ايه الفريكشن لوسز. وقلنا ان الفريكشن لوسز دوت في عندي بينقسم لقسمين. اول حاجه اسمها الوبل فريكشن والثاني الكيرفتشر فريكشن. ببساطه شديده الكيرفتشر فريكشن دوت هو ده الحاجه الاسهل. ما هو عشان الكابل واخد شكل كيرف كده فنتيجه الاحتكاك مع الايه مع الكيرف دوت هيحصل ايه جزء من الفوق. طب ايه الوبل فريكشن دوت؟ الوبل فريكشن ده يا شباب وانت متخيل ان الكابل لما يجي مثلا ايه يفترض ان الكابل مثلا احنا بنقول ان هو مثلا هيكون هيبقى واخد الشكل ده مثلا يعني او الضغط هيبقى واخد الشكل ده كده يا شباب صح كده؟ مثلا هل انت متخيل ان الشكل ده هيتعمل كده اكنك رسمه بايدك؟ مش اكيد هيحصل فيه شويه اعوجاجات كده في النص صح كده؟ هي دي ايه يا شباب؟ الوبل فريكشن تمام كده؟ يبقى لما نيجي نبص هلاقي ان الوبل فريكشن نتيجه ايه يا شباب؟ ان الكابل ما بقاش شويه ماخد الشكل الايه؟ السموث بتاعي تمام؟ طيب في الاخر هنحسبها ازاي الوبل فريكشن دي؟ الكود قال لك انت عشان تحسب الايجاد اللي حاصل بعد الوبل فريكشن يبقى البي اكس اللي هي بتساوي البي نوت دي بي نوت دي اللي هي الايجاد الايه الاصلي مضروب في ايه يا شباب في اي باور كي ماينس كي في الاكس. طب هي ايه الكي وايه الاكس يا شباب؟ البي نوت القوه الشكل قوه الايجاد عند الشد زي ما اتفقنا تمام كده. الكي قال لك ده معامل التغييرات اللي في الكابلات اللي في الضغط يعني في الكابل. وقال لك ان احنا بناخد حاجه من الاثنين يا 33 من 100 يا كام؟ يا 17% 33 سوري 33 من 1000 او 17 من 1000 دوت في الكابلات العاديه وده في الكابلات اللي هي يا شباب اللي هي الصلبه يعني ماشي كده اللي هي من يعني اللي صعب يحصل فيها اعوجاجات في النص في هنا ماشي كده يا شباب. طيب والاكس هي المسافه من بدايه طرف الشد بالمتر يعني هي دي اللي هي يا شباب هي نفس الفكره اللي هي الايه طول الكاميرا برده ماشي كده طالما هي ناحيه واحده اللي احنا ايه اللي احنا مش اللي احنا مثبتين عندها. طيب دوت الفاقد نتيجه الوبل فريكشن. طب النوع الثاني من الاحتكاك اللي هو احنا قلنا اللي هو الايه يا شباب؟ طبعا انا لو عايز احسب بقى احنا دلوقتي الفورس اللي فاتت دي اللي احنا حسبناها دي عباره عن ايه يا شباب؟ يعني دي بتمثل لي ايه؟ البي اكس دي بتمثل لي ايه؟ لا دي بتمثل لي القوه بعد الايه؟ بعد الفاقد. فلو عايز احسب الفاقد بس لو مطلوب مني ان انا احسب الفاقد بس اللي حاصل هيبقى عباره عن ايه؟ البي نوت ناقص البي اكس بتاعتي ماشي كده يا شباب؟ احيانا بتلاقي الكود بيحسب لك البي اكس وما يعني مش كاتب لك المعادله دي ماشي كده؟ فانت عارف هي الفاقد عباره عن ايه؟ البي الاصليه ناقص الايه؟ ناقص البي بعد الفاقد يعني ماشي عشان لو انت في الاخر عاوز تحسب الفواقد كلها وتشوف نسبتها كام ماشي كده؟ طيب تعالى نتكلم على النوع الثاني من انواع الفريكشن اللي هو الايه؟ الفريكشن لوسز. احنا اتفقنا ان هم نوعين فهنتكلم على الكيرفتشر فريكشن بقى. الكيرفتشر فريكشن انا عشان احسبه مطلوب مني ان انا احسب نص قطر الدوران دوت. يعني انا بتخيل ان الكابل دوت هو مش متخيل هو المفروض ان هو واخد جزء من دايره فانا عايز احسب نص القطر بتاع الايه يا شباب؟ بتاع الدايره ده. طيب وقال لك انت عشان تحسب الفاقد نتيجه الكيرفتشر دي البي الاصليه مضروبه في الاي باور ماينس ميو في اكس على الار بي اس اللي هو الايه نص قطر الدوران اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليه. طيب نص قطر التقاطع اللي احنا قلنا عليه والميو ده يا شباب معامل احتكاك بيختلف حسب الكابلات بتاعتك دي هيبقى الاحتكاك بين ايه وايه. لو الاحتكاك بين ستيل بين صلب بين ستيل وخرسانه هناخده بكام؟ 55 من 100. لو الاحتكاك بين صلب وصلب وده اللي غالبا بيبقى موجود بيبقى الايه؟ الجراب لا الجراب بيبقى ستيل والكابلات ستيل صح كده؟ فبناخد معامل الاحتكاك بتاعي كام؟ 3 من 10. لو الدكت ده كان رصاص والكابلات طبعا ستيل او العكس يعني ايا كان يعني اللي هو معامل الاحتكاك يا شباب بيبقى بين ماتيريال وماتيريال معايا كده؟ فلو هو احتكاك بين صلب ورصاص هيبقى بناخده بكام؟ ب 25 في الألف. طيب انا دلوقتي حسبت الايه يا شباب؟ حسبت البي بتاع فين ايه هي الاي ولا مش عارفين؟ دي بتاع زمان دي ايوه بتاع زمان دي ايوه دي طيب يبقى انا لو عايز احسب الفاقد هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البي نوت ناقص الايه يا شباب؟ ناقص البي اكس.
النوع الثالث في ار بي اس، ما احنا هناخدها في المثال ده اوضح لك تشرح بتتحسب ازاي بالظبط. والاكس مثلا بدايه الكم، الاكس مثلا بدايه الكم، تمام كده. طيب يا شباب الالاستيك شورتنينج ده ببساطه شديده ان انا مجرد ما شديت الكاميرا الخرسانه بيحصل لها ايه يا شباب؟ شويه سترين، تمام كده. السترين ده اكنه ايه اللي حصل في طول الكاميرا؟ قلل شويه في طول الكاميرا، هو ده الايه، ده الالاستيك شورتنينج. وبناء عليه هو انت لو انت مثلا تخيل كده لو انت شدت حاجه وربطها في ناحيتين والاليمنت ده بقى طوله قل، يا ترى الفورس اللي ما مش لو انا شدت ضغط اليمنت معين والاليمنت دوت طوله قل، يا ترى انت متخيل الاستريس هيفضل زي ما هو ولا هيقل؟ الاستريس هيقل، ما هو الاليمنت طوله قل فالاستريس هيقل، صح كده؟ ما هو يعني ده باللوجيك كده، ده لو انا مثلا شادد الكابل كده وهو ضغط، تخيل لو الاليمنت ده طوله بقى النص، ممكن ده ممكن تلاقي اصلا ما بقاش فيه عليه ايه؟ اي فورسز يعني، طبعا مش هيبقى النص طبعا حاجه، ده الاسترين ده بيبقى حاجه قليله قوي يعني. طيب نحسب الفاقد دوت ازاي؟ ركز معايا. عشان احسب الفاقد هنا قايل لك ايه؟ ما قالكش دي اكس، قال لك ده يعني الكود هنا قايل لك ان احنا بنحسب ايه على طول؟ بنحسب الفاقد، ما بنحسبش القوه بعد الفاقد، فاهمين يا شباب؟ طيب عشان كده قال لك ده معايير المرونه بيساوي معايير المرونه بتاع الكابلات على معايير المرونه بتاع الخرسانه، بس عند انهي وقت يا شباب؟ الابتدائي. بص هو معايير المرونه للخرسانه عباره عن ايه؟ حد فاكر؟ انهي اف سي يو بقى؟ قال لك عند عمر خط الاجهاد، يعني اللي هو ساعه الايه؟ ساعه السد، اللي هي تبقى عندنا الاف سي يو ايه؟ انيشن بالظبط كده، ماشي كده يا شباب؟ يبقى هو قال لك يبقى معايير المرونه بتاع الاس تي على معايير المرونه بتاع الخرسانه مضروب في الاف في سي انيشن، اللي هي ايه برضو؟ الاجهادات المتولده في الخرسانه المنسقه الطبيه قبل حدوث الفواقد المعتمده على الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ مستحيل ودقيقه مفيش خالص. تولدت في الخرسانه الملاصقه لصلب سطح الاجهاد قبل حدوث الفواقد المعتمده. يعني ايه؟ يعني انا مش هحسب الاجهاد نتيجه الاستريس الاصلي، مش انا عندي فواقد حسبتها، في فاقدين حسبتهم، هو بيقول لك المتولده قبل حدوث الفواقد المعتمده على الزمن. هتقول لي طب الالاستيك شورتنج ده اصلا ده من الاميديت برضه اللي هو ده من غير الزمن بيحصل، لسه انا محتاج احسبه، فعلى الاقل هحسب ايه الاول؟ الفواقد اللي حصلت قبله وبحيث ان انا اطرحها وبحيث ان اجيب الايه؟ الاستريس بعد الفواقد الايه؟ الاولانيه دي. ومن هنا اقدر احسب الايه يا شباب؟ الفواقد اللي حصل مع على الالاستيك شورتنج، ماشي كده يا شباب؟ طيب بس في حاجه الكود قايل لك ان الفاقد دوت في حاله الايه يا شباب؟ حاله البري تنشننج، انما لو انت عندك بوست تنشن هيبقى ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا ده انت بتاخد نص القيمه دي. طب حد متخيل ليه كده؟ لان انا كده انا عندي حاجه اسمها مونو شرح مبسط لما الفقد بيحصل انا بعوضه ان انا بشد نزلت بشد انا بص الفكره في التنشن ان القوه بتاثر وتكون الخرسانه نظريا انا بحسب ما حصلهاش اي حاجه لان الكابل مصبوب على الخرسانه كليا كده معايا كده شباب، انما في البوست تنشن انا بصب الخرسانه بتكون شكل وحصل لها شويه شرينكج وحصل لها يا شباب شويه شرينكج وبعد كده اثر عليها بالايه؟ طب هتقولي ما في شرينكج ده بيحصل في البريتنشن، اقول لك لا ما هو البريتنشن ما هو لو حصل لها بيبقى الكابل كله ايه؟ ماسكه في الايه؟ ماسكه في الكابل كله بشكل كامل 100%، فعشان كده قال لك لا ده الفاقد اللي نتيجه البوست تنشن الكود قايل لك ده سحبه كام يا شباب؟ بنص القيمه. وعلى فكره في الشرينكج برضه هتلاقي الكود، انا بص يا شباب هتقرا الكود زي ما اتفقنا، يعني هتلاقي في كذا بند طبعا اكيد مش هقول لك كل حاجه فيها يعني من صفحة 524 لحد صفحة 531 ماشي كده؟ هتلاقي في الشرينكج هيقول لك ده انت في البوست تنشن ممكن تعمل كذا ماشي كده، ايه كذا ده بقى ايه؟ تبقى ضل انت عليه وتقول ماشي كده؟ اللي انت قال لك ممكن ما تاخدوش في حالات معينة يعني ماشي؟ ليه؟ لأن هو برضه معتمد إن الخرسانة ممكن يكون إيه اللي حصل لها؟ حصل لها شرينكج أصلا يعني قبل ما تشد الكابل
تكون هي ايه جابت الشرينكج بتاعها كله مثلا يعني. ماشي كده يا شباب؟ طيب هفكرك تاني اقول لك اللي احنا اتكلمنا فيه اللي احنا قلنا ايه يا شباب، الفواقد اللحظيه او الفواقد الاوليه اللي هي الانكوج سليبج واللاستيك شورتنج والفريكشن لوز. قلنا ان الفريكشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين اللي هو نتيجه التعريجات اللي في الكاء اللي في الضغط او الكاب ونتيجه اللي هي يا شباب الكيرفيتشر بتاع الكاب. وافكرك تاني ان احنا قلنا ان النوع الثاني من الفواقد اللي هو الايه يا شباب؟ تايم ديبندنت لوزز، اللي هو الفواقد المعتمده على الزمن. هما ثلاث حاجات، الكريب والشرينكج والستيل ريلاكسيشن. تعال نتكلم على واحد واحد فيهم. اولا الكريب لوزز. الكريب لوزز هو الكريب ده هيحصل في ايه؟ مش هيحصل في الخرسانه صح كده يا شباب؟ يبقى انا اول حاجه لازم ابقى عارفها هو معامل الكريب اللي انا هاخده للخرسانه قد ايه. ماشي كده؟ فهو قال لك انت المعامل بتاع الكريب مدي لك اربع قيم. اول حاجه في ده في قيمه لو كانت الاف تي انيشال اكبر من 40، والحاجه الثانيه لو كانت الاف تي انيشال اقل من كام؟ من 40. ودوت في البري تنشن ودوت في الايه يا شباب؟ في البوست تنشن. بشوف انا الكيس اللي انا بتكلم عليها هي انهي وباخد انهي يا شباب؟ باخد المعامل المناظر ليه. سألك في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، ركز فيها شويه يا شباب. لو ان الاجهاد اللي حاصل على الخرسانه زاد عن تلك المقاومه المميزه للخرسانه، لازم تضرب الفاكتور اللي انت جبته ده تضربه في معامل. المعامل ده اسمه ايه؟ اسمه الفا. بص ده الاف سي، ده اللي هو ده في حال ده الاجهاد التشغيلي، ده اقطع العنصر عن ثلث المقاومه، يعني ده الاجهاد اللي حصل على الخرسانه على الاف سي. لو كان بيساوي تلت او اقل يبقى المعامل الفا ده بكام؟ 1. قال لك لما بيزيد، لما الاجهاد هيزيد اللي هو مثلا 35% ب4 من 10، يبقى هضربه في معامل كام اسمه ايه؟ اسمه الفا. طلع مثلا 35% يبقى انا هاخد والله يبقى هاخد القيمه دي اللي هو تلاقيها مثلا 1.1 ولا كده. بس قال لك خد بالك ده هو الماكسيمم بتاعه كام؟ 1.5. يعني ايا كان بقى الايه المعامل اللي طلع كده كده ما يزيدش عن كام؟ عن 1.5. ده اللي انا المعامل اللي انا هجيبه ده يا شباب هضربه في القيم اللي انا كنت ايه؟ كنت حسبتها او كنت جبتها من الجدول ده. بعد كده قال لك يبقى انت بقى انت عشان تحسب الايه الدلتا اف بي كريب دي اللي هي الايه برضو يا شباب؟ ده الفاقد. ما طالما قلنا دلتا ده الفاقد على طول، مش الفورس او الاستريس اللي بعد الايه اللي بعد الفاقد يعني، لا ده الفاقد مباشره. قال لك بيساوي الفاي في معايير المرونه للستيل على معايير المرونه للخرسانه في الاف سي اس. طيب ايه بقى كل حاجه من دول؟ ببساطه شديده قال لك ان الفاي دوت معامل بيتوقف على نوع نوع العنصر بتاعك. لو كان عندك بريتنشن اللي هو الاجهاد المثبت بناخده كام؟ ب2 يعني دوت البريتنشن يا شباب. ولو كان بوست تنشن بناخده كام؟ 1.6. نفس الفكره يا شباب، انا قلت لك الكريب دوت هو في البريتنشن انت كل حاجه بتبقى لسه موجوده زي ما هي، فالحركه بتاعت الخرسانه كلها ايه اللي بيحصل فيها؟ كلها بتاثر عليك. انما البوست تنشن احنا بنفترض ان الخرسانه حصل لها شرينكج نسبيا، اتحركت يعني خدت جزء من الانفعالات اللي بتاخدها، فعشان كده قال لك هنا تضرب الفاكتور دوت في كام؟ 1.6. ماشي كده يا شباب؟ طيب والاف سي اس ده بقى بيساوي ايه؟ الاف سي اس دوت عشان احسبه بحسب قيمتين. اول حاجه الاف سي اس ستار دوت، ركز معايا يا شباب، قال لك دوت الاجهاد في الخرسانه عند مستوى صلب التسليح، صلب الاجهاد نتيجه قوه سبق الاجهاد عند نقل قوه سبق الاجهاد. يعني ايه؟ يعني انا بحسب الاسترس اللي حاصل عند الكابلات نتيجه القوه بتاعت الكابلات بس، يعني نتيجه قوه الشد بس. تمام كده؟ طب انا هنا هاخد انهي قوه؟ مش انا حسبت الفواقد مع الاولانيه اللي هي الفواقد الاوليه، يبقى هطرحها كلها واخد القوه الايه؟ الانيشال الفعليه. تمام كده؟ ويبقى ده هحسب الاجهاد اللي عند الخرسانه نتيجه الايه؟ نتيجه القوه دي بس. وبعد كده قال لك والاف سي اس دي دوت الاجهاد في الخرسانه عند مستوى صلب الاجهاد نتيجه الاحمال شبه الدائمه. الاحمال شبه الدائمه دي ايه؟ الام بتاعت الديت لود. تمام كده؟ يعني مش الام بتاعت الاون ويت بس، نتيجه الاحمال الايه؟ الام الديت لود كلها. ماشي كده يا شباب؟
يبقى انا هحسب القيمتين دول والفرق بينهم هو يبقى عباره عن ايه يا شباب؟ الاف سي اس اللي انا محتاجها عشان اجيب الفاقد بتاع الايه؟ بتاع الكريت. تلاقي القوانين تحس كده ان هي كتيره شويه، بس انت لما يبقى معاك الكود في يعني وانت بتحسب كل القوانين مكتوبه قدامك ماشي كده، فمش هتلاقي مجهود يعني في ان انت ايه؟ ان انت تسترجع الحاجه دي. مش مطلوب منك تحفظها لان هي موجوده في الجدول، انت كده كده بتخش بيها يا شباب، بتخش الجدول. الا صحيح سؤال، تحبوا ان انتوا تعملوا يعني طبعا انا بقى يعني اختيارك مش هيبقى يعني مش هيبقى اف سي ستار دي احنا بقولك بتحسب الاجادين الموجوده عند الحصانه، واحده فيهم نتيجه القوه بتاعه البيستريد والثانيه نتيجه الاحمال الدائمه. طب انهي اللي بنحسب فيها القوه؟ ما هو نتيجه البيستريد دي نتيجه القوه بتاعه البيستريد دي، مش ده بعد الفواقد اللي هي الاوليه؟ يعني نحسب لحد اللي هو ايوه تحسب اللي قبله كله، تحسب اللي قبله بالظبط كده، لان الكريم مش هيحصل الا بعد البي انيشال اللي هي تكون فقدت الحاجات دي كلها ماشي كده. طيب يا شباب هناخد مثال عامه يا شباب، هتلاقي الدنيا كلها ايه هتتظبط. يعني الشريتج لوسز قال لك دوت في البي تنشن بناخده بكام؟ اي ال ال الالكترون شرينج في الاي بي اللي هي المعايير المناسبه بتاع صلب التسليم، وقال لك ان معايير المعايير الانكماش دوت بناخده في البري تنشن ب 3 310 × 6 وفي البوست تنشن بناخده بكام؟ ب 200. عايزك تقرا لي بقى الحته انت دي في الكود تقول لي ايه اللي موجود فيها ايه، اصل الكود ده لك مرفوضه كده هسالك فيها في السكشن. قول لي لو انا هو انا الشرينج دوت ممكن اعمل فيه ايه في البوست تنشن ماشي كده. شفت ان هي كانت موجوده تحت السنه تحتها عشان ايه؟ تدور عليها في الكود وتدور على وتقول لي عليها ماشي كده. طيب اخر حاجه خالص في الفواقد اللي هي ايه؟ الستيل ريلاكسيشن. قال لك ان الدلتا بتاعه الاف بي ريلاكسيشن دي بتساوي الاستريس بتاع البي انيشال في اللوك تي. اللوك تي ده اللي هو ايه؟ اللوك تي دوت هو الزمن اللي مر بالساعات وبحد اقصى 1000 ساعه. يعني هو خلاص بيقول لك بعد 1000 ساعه بيكون الفاقد تقريبا كله حصل ماشي كده. طب لو انا عندي بعد اكتر من 1000 ساعه انا هاخد 1000 ساعه ماشي كده، يبقى بيساوي اف لوك تي على كي 1. كي 1 ده معامل يعتمد على نوع صلب التسليح اللي هو لو كان نورمال ريلاكسيشن ستريس ريلاتيف ستيل بناخده بكام؟ ب 10. لو كان لو ريلاكسيشن بناخده بكام؟ ب 45. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى مغطى في المسألة. طب ان كيس ان انا ما اديتكش حاجه يبقى طبيعي ان انا بختار ايه؟ بختار النورمال ماشي كده يا شباب. يعني لو انا في حاجه ما اديتهالكش يبقى خلاص بنختار ان هو ايه؟ اكيد نورمال يعني ماشي كده يا شباب. والاف بي انيشال ده الاجادات الابتدائيه المتولده في سوء تسليح سبق الاجهاد بعد حدوث ايه يا شباب؟ برضو الفاقد الفوري. انا اي ستريس باخده في الفواقد اللي هي التايم ديبندنت بكون طارح منه الايه؟ الفواقد اللي حصلت الفواقد اللحظيه اللي حصلت قبل كده ماشي كده يا شباب. والاف بي ييلد ده اجهاد الخضوع في الشدخ لتسليح سبق الاجهاد. طيب تعالوا ناخد مثال، واحنا بناخد المثال كده كل حاجه يعني احنا ده الشرح اللي احنا شرحناه كده نحاول نطبقه على المثال على طول كده. طيب ممكن ان هي تعدي نسبه 10%.